من يتوهم أو من يعتقد أن تنظيم داعش ما زال يمارس أدواره الخفية، ربما الأدوار المعلنة على الأرض تكون أو تكاد تكون اختفت، لكن الأدوار التي يمارسها ويلعبها هذا التنظيم من خلال شبكة الإنترنت مفزع ومرعب، والدليل بالأرقام أن دار الإفتاء النهاردة بترصد أضخم مكتبة إلكترونية متطرفة لداعش بحجم 3 تيرا بايت، يعني التيرا بايت ده 1000 جيجا بايت، يعني مساحة كبيرة جدا بالأرقام، يعني أكثر من 800,000 كتاب على مواقع الإنترنت بتنشر الفكر المتطرف، 846,265 كتاب رصدتهم إدارة الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة لدار الإفتاء. ماذا حدث وكيف تم الرصد وماذا بعد ذلك، يعني كيف سيتم التعامل معها، ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي معانا على الهاتف الأستاذ حسين حمدي مدير الذاكرة الرصدية للتطرف التابعة لدار الإفتاء. أستاذ حسين برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ازيك حضرتك يا استاذ؟ رقم ربما يتصوره البعض ان هو كيف تم رصد هذا الرقم 846,265 كتاب لتنظيم داعش بيدعو للفكر المتطرف، كيف تم الرصد وهل هذه هي المرة الأولى اللي تم فيها رصد مثل هذه الأمور؟ تمام يا فندم، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا في دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كان في مجهودات بذلت من حوالي أكثر من 13 سنة في فئة الرصد، كانت أولها رصد قضايا الشأن الديني وقضايا الإسلاموفوبيا، وبعد ذلك تطرقنا لرصد التطرف بداية من عام 2014 حينما تم تدشين مرصد الإسلاموفوبيا ومرصد الفتاوى التكفيرية، وتوسعنا بعد ذلك في رصد هذه المحتوى المتطرف، وقمنا برصد في أكثر من جهة على السوشيال ميديا وعلى المواقع الإخبارية وعلى المواقع السحابات التخزينية. وزي ما حضرتك تعلم يا فندم، كان في محو المحتوى المتطرف على التليجرام، وبعد ذلك انتشر داعش على السحابات التخزينية، حيث وصل بهم إلى إعداد أكبر مكتبة إلكترونية رقمية ضخمة تحتوي على حوالي أكثر من 3000 جيجا، يعني حوالي 3 تيرا. المكتبة تحتوي على أرشيف عملاق لكل ما يصدر عن المراكز الإعلامية للولايات التابعة للتنظيم. طبعا في برضو هناك ضمن المكتبة الإلكترونية هناك إصدارات للمؤسسات الرسمية الناطقة باسم التنظيم ومؤسسات المناصرة للتنظيم، كل هذه الإصدارات مرصودة بالفعل، وهذه الإصدارات عبارة عن موسوعات وفتاوى وكتب ومقويات يعني وعمليات إرهابية لا داعي لذكرها. أكيد. فكل ذلك يعتبر مصدر رئيسي للتكفيريين، ممكن مرجع يعني كمرجع للتكفيريين او يعني مرجع للتكفيريين لنشر هذا المحتوى المتطرف بضغطه زر واحده. وده يعني مهم جدا، ان احنا لازم كدور في دار الافتاء وبعد ما عملنا مكنس للفتاوى المتطرفه قمنا بمجابهه هذه الافكار المتطرفه والرد عليها دون نشر الفتوى المتطرفه. نشرنا في أماكن كثيرة، وترجمت هذه الرد في آليات كثيرة، ترجمت في المرجع المصري لمكافحة التطرف وصدر في حوالي 50 مجلد، ترجم في مجلة سلام لدراسات التطرف، وهذه المجلة مجلة فصلية، ترجم إلى سلسلة من تقديرات المواقف والسياسات، ترجمت في ندوات ولقاءات شهرية. طيب. وتم عمل ورش عمل وحلقات نقاشية حول ذلك. أستاذ حسين، يعني هذه المكتبة الضخمة يعني متواجدة مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي، كل المواقع اللي احنا نعرفها، الفيسبوك، اكس، تليجرام؟ لا يا فندم. لا. امال فين؟
هذه المكتبة الإلكترونية موجودة في نظام جديد هو التخزين السحابي. التخزين السحابي زي ما حضرتك عارفه اللي هو الستورج كلاود، زي دروب بوكس، زي امازون 3، زي جوجل درايف، زي وان درايف، زي اي كلاود، كل دي سحب تخزينية. دي مميزة جدا بالنسبة للتنظيمات الإرهابية لأنها توفر السهولة في التخزين، توفر أجهزة التخزين، توفر السهولة في مشاركة الملفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدير الملفات بطريقة سهلة جدا عن طريق التطبيقات ومزاماتها على الهواتف أيضا. طبعا تطويرها وتحديثها مستمر من قبل مزود الخدمة. أكيد. كل دي حاجات يعني حاولت داعش ان هي تأهلها ان هي توصل لأكبر مكتبة إلكترونية ضخمة. طبعا احنا بنحاول في دار الإفتاء ان شاء الله في تعاون بين دار الإفتاء المصرية ومسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي في حذف المحتوى المتطرف. هو ده بقى اللي انا عايز أسأل عليه، بتتعاملوا ازاي مع مثل هذه الامور؟ يعني مكتبه ضخمه كيف تتعامل معها اداره الذاكره الرصديه للتطرف؟ احنا بالنسبه للتعامل معها، بالنسبه للاصدارات احنا بنقوم بتفكيك هذه الاصدارات وتفكيك المقولات وتصنيفها والرد عليها. وبالنسبه للعمل على الواقع في هناك تعاون بين زي ما قلت لحضرتك مع مسؤولي ادارات السوشيال ميديا. ايوه طبعا بنحاول ان احنا نوقف النشاط هذه القنوات ونحذف المحتوى الاعلاني ونحذف المحتوى المتطرف لها. واكثر من ذلك ان شاء الله بامر الله يعني في خطه كده لحذف المحتوى من على السحابات التخزينيه. هو مش المفروض استاذ حسين ان كل مواقع السوشيال ميديا في سياساتها عدم نشر المحتوى المتطرف؟ ممكن حضرتك كمان تلغي المحتوى المتطرف، يعني ممكن حضرتك تعمل ريبورت لاي محتوى متطرف وتبلغ المنصات بيه زي فيسبوك او تويتر، انما التليجرام هم بينتشروا كثيرا على التليجرام، بيئه خصبه للتطرف، بيئه يعني تليجرام تليجرام بيئه يعني سهله جدا في التواصل، ما فيش عليها قيود قويه الا اذا بتبليغ اداره السوشيال اداره التليجرام نفسها عن طريق منظمات او عن طريق اشخاص لها تاثير قوي. يعني واحنا بنحاول بس نفهم الموضوع لان مصطلح الذاكره الرصديه للتطرف التابع لدار الافتاء ربما يكون مصطلح مستحدث على كثير من المشاهدين، فعايزين بس كنا عايزين نعرف اهميته وان هو حائط صد امام الافكار دي لحمايه الاجيال اللي جايه. وبالنسبه للذاكره الرصديه والمكتبه الالكترونيه للتطرف هو يعتبر يعني زي ارشيف رقمي عملاق، يعني بمعنى الكلمه يعني انه يحتوي على جميع اصدارات التنظيمات الارهابيه وجميع نتاجهم الفكري المتطرف لمجرم الفكر التكفيري سواء كان القديم او الحديث. واحنا قسمنا المكتبه الالكترونيه للمحتوى المتطرف ورصدنا اكثر من حوالي 22,000 اصدار، يعني بفتاوى التنظيمات، بالموسوعات الصوتيه، بالموسوعات المرئيه، بالذاكره لذاكره الكتب والكتيبات والمطويات، كل ذلك موجود في محتوى الذاكره الرصديه لدينا. لكن احنا دلوقتي في مرحله الرصد لسه، يعني لا يا فندم احنا مرحله الرصد تعاملتوا بالفعل دلوقتي في مرحله المعالجه في مرحله المعالجه. واحنا يعني علشان خاطر نعزز من الامن القومي من الامن الفكري للمجتمع لازم نواجه الافكار المتطرفه والانحرافات السلوكيه ولازم يعني طيب. نواكب الفضل. اخيرا استاذ حسين، يعني هو احنا امام رقم مرعب يعني في الحقيقه. نصيحه حضرتك المبسطه والسهله للجمهور بقى ان هو كيف يتعامل لو قابل بالصدفة أي محتوى من محتويات اللي احنا للأسف بصددها دلوقتي؟ بالنسبة لو تم رصد هذه المحتويات أو محتوى التطرف على 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 الفيسبوك أو تويتر لإعلام مصر حاليا ممكن الإبلاغ عنها بكل سهولة.
ريبورت على اي بوست او اي منشور، وبعد كده سيحذف تلقائيا. انما التليجرام صعب بنعد ليها، انما بنعد ليها حتى لما وقف او تم حذف المحتوى المتطرف من على التليجرام، تم وقف نشاط القناه، مش تم حذف المحتوى، لا تم وقف نشاط القناه. ما فيش حسابات يعني جاريه عليه، ما فيش نشر، لكن المحتوى بيظل موجود. لكن المحتوى يظل موجود، انما في دار الافتاء سيكون في رصد من اول المحتويات القنوات التي تم وقف نشاطها، لانها برضو بتحتوي على الكثير من المحتوى المتطرف. وايضا نرصد القنوات الجديده، لدينا قاعده بيانات هائله وكبيره بالارقام وبالمصادر وباللينكات، سيتم التعامل معها مع إدارة التليجرام بإذن الله. هل في تعاون، وده أخيرا أستاذ حسين، يعني معذرة لو كنا طولنا على حضرتك، هل في تعاون ما بين دار الإفتاء وهيئة دور الإفتاء في العالم فيما يتعلق بالمسألة دي؟ الذاكرة الرصدية جزء لا يتجزأ من نجاح الأمانة العامة دور وهيئات الإفتاء. الذاكرة الرصدية هي جزء من مركز سلام، ومركز سلام معروف نشاطه فيما يتعلق بالالكترونيات عموما او الذكاء الالكتروني في المحتوى وما يتم نشره. بالضبط، دار المركز مركز سلام بيهتم بالتعامل مع الفكر المتطرف. طبعا حضرتك عرفت ان في، يعني تعلم جيدا ان هناك تقدم قوي في الاستراتيجيات التي تستخدمها الجامعات المتطرفه في تجنيد الفئات كثيرة من المجتمع وخاصة الشباب، وذلك عن طريق الاستدلالات الفقهية والشرعية زي ما حضرتك تعلم يعني. وفي دور ثاني لمركز سلام اللي هو تحصين المجتمعات من الأفكار المتطرفة. دي نقطة مهمة جدا، نتمنى يعني التوفيق لحضراتكم فيما يتعلق ب الوقوف أمام المحتويات المتطرفة وما ينتج عنها. الأستاذ حسين حمدي مدير الذاكرة الرصدية للتطرف التابع لدار الإفتاء، أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا.